أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جمعت بين الظهر والعصر وأنا مقيم لعذر المرض. يقول السائل: إذا جمعت بين الظهر والعصر وأنا مقيم لعذر المرض، فكيف أصلي السنة الراتبة لصلاة الظهر؟ صل بعد العصر، ما يصلى بعد. إذا جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، العصر ما يصلى بعدها، وقت نهي، ما في راتبة بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أما إذا جمعت العشاء مع المغرب صل بعد العشاء، تكون صلاة ليل من صلاة الليل. نعم.